التقرير السنوي سيقدم في وقتها الى سيد رئيس الجمهوريه، وثم ان شاء الله يعني يعمم الى كل المؤسسات التي تهتم بقضيه المواطن. في هذا التقرير استطيع ان اقول بان اقترحنا جمله من التوصيات لتنير رؤيه سلطات ومن شأنها أن تحقق تغييرات وتكون سبباً في مشروع في إصلاحات في ظل تحقيق الهدف الذي يطمح إليه الشعب، وهو بناء الجزائر الجديدة.